أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. تساءل الكثير عن ماذا سيكون دور الممثلة مينا توغاي والتي انضمت لمسلسل الطائر الرفراف كضيفة شرف ابتداء من الحلقة القادمة أي الحلقة 16. ستجسد دور دفنة وهي حبيبة أورهان السابقة والد فريد، وكانت زميلة دراسة مع جولجون وأورهان. جولجون ستقوم بترتيب جلسة تصوير لسيران وفريد في أحد المجلات، وستكون دفنة هي رئيسة تحرير هذه المجلة. هكذا سيكون دخولها لحياة عائلة كورهان. دفنة التي ستخلق التوتر وتزيد من المعارك الغيرة بين الثنائي الشاب، لم يتأكد بعد كم سيستمر دورها في المسلسل. من ناحية أخرى، جلسة التصوير التي قام بها مارت رمضان دمير وأفرا ساريتش أغلو لصالح مجلة هلو كانت بسبب الأحداث في سيناريو المسلسل، وقد أثارت إعجاب معجبينهم.